أجدد ترحيب بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء. على مدار 4 أيام شارك العديد من شباب العالم في منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة السلام في شرم الشيخ، والذي كان تحت رعاية الرئيس وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شارك في أغلب جلسات المنتدى وقام بالتعليق والرد على كثير مما جاء في هذه الجلسات، وأيضا قام بالرد على الكثير من أسئلة الشباب في موقف لا ينسى، حيث يستمع شباب العالم للرئيس ويواجهون الأسئلة التي يبحثون عن إجابات لها ويتلقون الرد من السيد الرئيس في نفس اللحظة. وخلال جلسات المنتدى كانت هناك أيضا جلسات للحوار وتبادل الآراء بشأن القضايا التي دار الحديث حولها والخروج بتوصيات، والأهم هو العمل على تنفيذ هذه التوصيات كعادة السيد الرئيس. دعونا نتعرف على حجم النجاح الذي حققه المنتدى في هذا العام مع ضيوفي في هذا الاستوديو، الأستاذ محمود فيصل والمهندس مصطفى بكير، وهم أعضاء وعضوين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشاركا في هذا المنتدى هذا العام. أرحب بكما على إكسترا نيوز، أهلا بكما. أهلا بكم. في البداية أستاذ محمود، ان يعني ايه طبيعه النجاح الحقيقه النهارده في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثه، وايه المختلف عن النسختين الاخيرين؟ طبعا النجاح بدا بدايه من التسجيل، الاعداد الكبيره اللي سجلت في المنتدى علشان خاطر تشارك في المنتدى السنه دي، وده بيبقى انعكاس لنجاحات السنين اللي قبل كده. التنظيم طبعا كلنا عارفين ان الاعداد شبه تضاعفت في المنتدى ده، ولكن التنظيم قدر ان هم زمايلنا في شباب البرنامج الرئاسي قدروا ان هم يعني فعلا يثبتوا ان هم رغم تضاعف الاعداد، ولكن التنظيم كان بمنتهى الدقه، ما كانش في شكاوي خالص، بالعكس كان في اريحيه، كان في استعدادات مبكره لكل الفعاليات الخاصه بالمنتدى. شباب العالم كله والأجانب مخصوص يعني كان فعلا في منهم إشادة بالمنتدى. كمان كان في حاجة مهمة جدا أشاد بها الشباب في المنتدى، هي زيادة أعداد الشباب المصري المشارك عن طريق التسجيل الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني، نظرا لزيادة الأعداد فكان في زيادة في الأعداد منهم. نبدأ بعد كده في فعاليات المنتدى. نعم، نتكلم في المضمون، يعني المضمون ده كان في الشكل، الورش العمل كان فيها اختلاف، لأن كانت ورش العمل انعكست على الجلسات وانعكست على التوصيات، فكان في توليفة، حتى هنلاحظ أن توصيات السيد الرئيس في الآخر نلاقي الجملة كانت ممكن يكون كبيرة شوية، هم 10 توصيات زي العام الماضي، ولكن الجمل كانت أكبر شوية. ليه؟ لأن كان فعلا في حرص من اللجنة المنظمة أن التوصيات تكون انعكاس للورش وللجلسات. لو ضربنا مثال هنلاقي أن في ورشة تحديات الأمن أو رؤية شبابية لتحديات الأمن والسلم في العالم، دي كانت ورشة عمل. بعدها على طول الجلسة الأولى كانت جلسة التحديات الأمنية، كان في جلسة كمان تخص الإرهاب الفكري وانعكاسه على وسائل التواصل الاجتماعي. كل المناقشات اللي تمت في الورش سواء من الشباب أو سواء من الحضور في الجلسات هنلاقيها انعكست في التوصيات النهائية. نفس الشيء في الأمن الغذائي، نفس الشيء هنلاقيه في الفنون، هنلاقي التوصيات كانت أعم وأشمل. المنتدى ده في حاجة كمان جديدة مهمة، ان احنا لاحظنا توافد شباب من شرق اوروبا ومن امريكا الجنوبية ومن بعض الدول الافريقية اللي ما كانتش موجودة معانا، كانت مناطق جديدة. نعم بالضبط، امريكا الجنوبية تحديدا، البرازيل وكولومبيا والارجنتين، دي دول ما كانتش موجودة معانا بكثافة، ما كناش بنلاحظها. في دول في افريقيا كمان شاركت جديدة ما كانتش موجودة معانا، زي غينيا وزي موزمبيق وانجولا، دي دول برضو يعني اول مرة تشارك معانا من افريقيا. الجديد كمان اللي كان موجود في المنتدى السنة دي هو النماذج اللي هي زي ما بيقولوا ايه، النماذج الملهمة، لان كل سنة بيبقى فيه نماذج ملهمة بشكل معين، ولكن السنة دي كان فيه تفاعل كبير جدا منها مع الشباب، كان فيه عودة لطاقة الامل واللي هو الحب في استمرار الحياة. طيب هنتكلم بالتفصيل عن هذه الموضوعات، لكن مش مهندس مصطفى، ايه الرسائل الشباب سواء كان الغربي او الافريقي او حتى من الدول العربيه اللي حضر المنتدى، ايه الرساله الرئيسيه والهامه اللي وصلت لهم بعد المشاركه في هذا المنتدى؟ انا اعتقد ان نجاح المنتدى في نسخته الثالثه هذا العام كان نجاح منقطع النظير، لان فعلا الرساله اللي احنا عايزين نوصلها وصلت لشباب العالم. وصل لشباب العالم ان مصر دوله سلام، شافوا بعينيهم ان مصر دوله امنه مستقره. من أهمية المنتدى واللي استفادت به الدولة المصرية في خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، من وجهة نظري ان هو وضع مصر انها نقطة تلاقي لخبرات في المجالات المختلفة، وعمل على تعزيز
مكانة مصر، لأن غالبية الشباب المشارك هم القادة وأصحاب الرؤى والمؤثرين في أوطانهم في الفترات القادمة، وبيساعدنا دائما وإن شاء الله في الفترات القادمة إن احنا نقدر نكون رأي عام دولي وليس رأي عام محلي، لأن الشباب اللي شاف واستمتع وشاف الاستقرار والأمن والأمان في مصر يقدر ينقل الكلام ده إلى بلاده. وأعتقد دي رسالة هتقدر تساعدنا في الفترة القادمة أولا على تحسين الصورة العامة، لأن هناك عوامل كثيرة جدا وأكثر من جهات متعددة تعمل على تشويه صورة مصر خارجيا، فده أفضل دعاية لمصر هو وجود هذا الشباب اللي استمتع بمصر وشاف إن مصر فعلا جاهزة للاستثمار بناء على الأمن والاستقرار، جاهزة للسياحة. احنا شفنا شرم الشيخ أروع ما يكون، ومصر دايما بقول مصر مش شرم الشيخ بس، مصر في الكثير من المدن السياحية. أنا شايف إن في مواضيع كانت في غاية الأهمية، في رسائل كبيرة جدا كان فيها تركيز، زي ما اتكلمنا إن هي رسالة حب وسلام، هي رسالة إنسانية، إن مصر دولة تدعو للسلام ولا تدعو لغير ذلك. نقاط هامة ركزنا عليها هي أنا شايف نقطتين من أهم النقاط. سبل التعاون مع الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية، والنقطة الثانية هي مكافحة خطاب الإرهاب والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد النقطتين دولت تم التركيز عليهم خلال جلسات وورش العمل وفي التوصيات النهائية، وتم إضافة أيضا التعاون مع شباب الأورو متوسطي لجذور مشتركة. بالنسبة لمكافحة خطاب الإرهاب والكراهية، شايف أنه كان له تأثير كبير جدا، لأن في الفترة الأخيرة شفنا الكثير من القنوات الخارجية والدول المناوئة والمعادية كيف تصرف مبالغ كثيرة جدا لتشويه صورة مصر. سيادة الرئيس في جلسة في أكثر من جلسة نوه لهذا الكلام وتكلم بوضوح، وقال وربط ما بين مكافحة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الذكاء الصناعي. قال إن العلماء دورهم هو صناعة التكنولوجيا، والسياسيين دورهم هو كيفية استخدام بالضبط كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لحماية الأمن القومي لبلادهم، وأن الدول اللي بتصرف ملايين على التكنولوجيا هي اللي بتستخدمها في حماية أمنها القومي. فدي كانت نقطة مهمة جدا، قال إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نفوت رجب الحضارة، إذا كان فاتتنا الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة فلابد أن نلحق بركاب الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال وعد لمصر وأفريقيا بعمل جامعة في خلال قالك العام الدراسي القادم، جامعات متعددة تحتوي على الذكاء الاصطناعي وأحدث وسائل التكنولوجيا. طيب اسمح لي باشمهندس بس أروح لأستاذ محمود. أستاذ محمود زي ما حضرتك قلت في 10 نقاط كانت توصيات هذا المنتدى زي العام اللي فات، هل في آلية معينة لمتابعة التوصيات وضمان تحقيقها؟ التوصيات عادة في كل عام سواء مؤتمرات الشباب المحلية أو المؤتمرات الدولية في لجنة اسمها لجنة إدارة منتدى شباب العالم، هي بتكون من مجموعة من الشباب وبهم اللي بيقدروا أن هم يتابعوا تنفيذ التوصيات مع الجهات المختلفة. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخلي دايما جميع الجهات أو المسؤولة في مصر في خدمة تنفيذ التوصيات، لأن تنفيذ التوصيات هو اللي بيدي مصداقية للمؤتمر. خلينا أقول لحضرتك أن أحد أسباب الإقبال على المؤتمر السنة دي أن الشباب العالم كله شاف أن التوصيات العام الماضي اللي خطبت اليونسكو، خطبت الأمم المتحدة، خطبت حوض منظمة حوض المتوسط، المنظمات ديت لما شباب منتدى شباب العالم لما راح الأعضاء من المنتدى راحوا الأمم المتحدة وراحوا اليونسكو وقدموا أوراق العمل وقدموا التوصيات، فلما شافوا الشباب فعلا التوصيات بتتفعل، شافوا اجتماعات، شافوا ورش عمل بتدور طول العام علشان يبقى فيه صياغة للتوصيات أو تنفيذ ليها، ده بيعمل مصداقية للمنتدى ويخلي الشباب تبقى عايزة أن هي تحضر المنتدى مرة أخرى. خلينا أضيف لحضرتك كمان أن التوصيات السنة دي هتلاقي حضرتك أن هي شاملة كل المحاور، بمعنى ان احنا عندنا توصيات تخص الذكاء الاصطناعي، وكمان في حاجه كانت مهمه حصلت، الرئيس عبد الفتاح السيسي في حاجات كان بيقرها في الجلسات وفي حاجات كانت بتطلع في التوصيات، لو لاحظنا او راقبناها هنلاقيها كلها مكمله لبعض، بمعنى ان هو اقر الجامعات المصريه ان هي تكون فيها دايما افرع او كل الجامعات فيها جامعات للذكاء الاصطناعي، بس في نفس الوقت علشان نلحق الرجل
ونبقى أسرع من كده، وجه أكاديمية التدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل إن هي يبقى عندها برنامج واضح وبرنامج كامل للتدريب على الذكاء الاصطناعي. ايه الفايده من دوت؟ ان الاكاديميه قائمه موجوده، برامج العمل فيها قائمه، وهي الاكاديميه بتدرب مين؟ بتدرب الشباب الخريج الحديث اللي هو عايز يلتحق بالبرنامج الرئاسي للقياده، بتدرب الشباب اللي هم موجودين في القيادات المتوسطه في الدولاب الحكومي للدوله من 30 ل 45 سنه، وكمان بتدرب القيادات الحاليه اللي موجوده في الجهاز الحكومي. اذا احنا ضمننا ان المنظومه المتكامله هتحصل على التدريب بفرصه اسرع الى ان نخرج طالب حاصل على التدريب من الجامعات. دايما في مصر بقينا يعني خصوصا من يعني مخرجات منتديات الشباب او في العموم بنمشي على مسارين في نفس الوقت، بنبني من تحت ولكن في الوقت لازم نلحق الركب. المنتدى السنه دي خطب مكان جديد، وزي ما السنه اللي فاتت الاورو متوسطي او دول حوض المتوسط كان في استضافه لمنتدى شباب العالم، كمان السنه دي احنا التوصيه اللي طلعت من عندنا ان استضافه لشباب حوض المتوسط للتدريب في الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل. السنه اللي فاتت كانت الافارقه اظن. لا احنا السفير الامين العام للحوض المتوسط قدم دعوه لاداره منتدى شباب العالم ان هم يكون عندهم ورش عمل ويحضروا بعض الجلسات الخاصه بحوض المتوسط. فالتوصيه بتاعتنا احنا السنه دي في مصر استضافه شباب من حوض المتوسط، وانا شايف ان هي كانت بادره ايجابيه جدا ان زي ما هم طلبونا احنا كمان استعنا. طيب باشمهندس مصطفى، كان في موضوعات المنتدى والمحاور اللي بيناقشها المنتدى البعض ممكن يقول كان فيها كلام كبير كده زي الذكاء الاصطناعي ومكافحه الارهاب مش متعلقه بالشباب، لكن على العكس شفنا تفاعل كبير من الشباب المشارك في المنتدى مع هذه القضايا. ده بيدل ان كان في دراسه وافيه من الشباب قبل حتى المشاركه في فعاليات المنتدى، وكان في اوراق بالفعل قدمت للجنه المنظمه للمنتدى قبل المجيء الى مصر والتفاعل والمشاركه على الارض في المنتدى. احنا بنقول ان اهميه المنتدى بالنسبه لشباب العالم انها بتناقش المواضيع ذات الاهتمام المشترك وليس فقط التي تهتم بها الدوله المصريه. فمن المواضيع اللي وجدت اقبال شديد جدا من الشباب هو فعلا موضوع الذكاء الاصطناعي، لانه بيهم المستقبل والقادم في الفترات القادمه. زي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الذكاء الصناعي هو من اجل هذا الشباب ومن اجل ابنائهم في المرحله القادمه. كان في اكثر من موضوع الشباب كان مهتم بيه جدا، وخاصه انا شفت تفاعل كبير مع الشباب الافريقي كمان وسبل التعاون مع الشباب الافريقي لتعزيز التنميه، لان كان في قضايا مشتركه واهتموا زي الامن الغذائي مثلا. تم التركيز على الامن الغذائي، التركيز على ايه التحديات اللي بتواجه الشباب الافريقي، ايه الفرص المتاحه، ايه التوصيات اللي احنا بنتكلم عليها. التحديات اللي بتواجه الشباب الافريقي مثلا زي التهميش في افريقيا، البطاله، الهجرة غير الشرعية. فدي أمور كتيرة اتكلمنا عن الفرص المتاحة، أن الاحتكاك بين الثقافات المختلفة للشباب مع شباب العالم أو الشباب المهتم بالقضايا الأفريقية بيدي فرصة لاكتساب الخبرات مع الشباب الأفريقي. بالنسبة لتوصياتنا في هذا المجال كان عمل لقاءات ما بين الشباب وما بين قادة الدول الأفريقية لمعرفة أفكار الشباب وأرائهم وأحلامهم وطموحاتهم في الفترة القادمة. دي بالنسبة للشباب الأفريقي. زي ما قال زميلي محمود فيصل، بالنسبة اللي كان جزء مهم جدا هو الاهتمام أيضا بالعلاقة مع الأورو المتوسطي والمتوصيات بعمل منتدى لشباب الأورو المتوسط ونموذج محاكاة للدول البحر المتوسط والنقاشات في التحديات والمشاكل المشتركة بيننا. وكان من الأمور المهمة جدا ناس كتير بتسأل عليها، ما هي نتائج المنتدى الحالي والمنتديات السابقة؟ احنا شفنا في المنتدى السابقة كان عمل منتدى شباب العربي الأفريقي اللي قام في أسوان، برنامج تأهيل القيادات الأفريقية. في هذا العام كان في إن شاء الله هيكون في برضو البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الأورو متوسطية. فده من الأمور اللي هتفيد الشباب على الواقع وبيبقى ملموس، أمر ملموس. طيب سنستكمل هذا النقاش، لكن اسمحوا لنا أن احنا نذهب لنستعرض هذا التقرير حول تناول الإعلام العالمي لمنتدى شباب العالم في دورته الثالثة.
اهتمت المواقع ووكالات الأنباء والصحف العربية والعالمية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. موقع قناة روسيا اليوم أبرز ما قاله الرئيس السيسي بأن سيناء منصة محبة وسلام وحوار بناء يوحد العزم نحو مستقبل أفضل. موقع بي بي سي أبرز مداخلة الرئيس السيسي حول استعادة الأمن في المنطقة سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، وبأنه مرهون باستعادة الجيوش الوطنية بتوجهاتها ودورها الحقيقي. أما سي إن إن فأورد تساؤلات الرئيس السيسي لمن ينتقدون ظروف مصر الاقتصادية وعدم اتساق مقارنتها بدول يتعدى دخلها التريليون دولار سنويا. وكالة سبوتنيك الروسية تحدثت عن ما قاله الرئيس السيسي حول القارة الإفريقية، فالرئيس قال: نستطيع تغيير إفريقيا في 10 سنوات عبر القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة. أورد موقع ساترفان.com الإندونيسي أن المشاركين في منتدى شباب العالم قاموا بإضاءة شجرة عيد الميلاد في سيناء، وقد دعا الشباب لكتابة أمنياتهم للعام الجديد على شجرة عيد الميلاد. أما تلفزيون الصين الناطق بالإنجليزية CGTN نشر تقريرا بعنوان: الرئيس السيسي يفتتح المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ، وتطرق المنتدى لعدد من القضايا في نقاشاته بما في ذلك الثورة الصناعية، الأمن الغذائي، التحديات البيئية، الذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة. أما عن الصحافة ووسائل الإعلام العربية، صحيفة الشرق الأوسط أظهرت دعوة الرئيس السيسي خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ إلى إجراءات تعزز بناء علاقات مستقرة بعيدة عن التدخل بالشؤون الداخلية. سكاي نيوز عربية أوردت تصريحات الرئيس السيسي أن استقرار ليبيا والسودان قضية أمن قومي بالنسبة للقاهرة التي لن تسمح لأحد أن يمس استقرارها. البيان الإماراتية الربوط صوفية جذبت الصحيفة الإماراتية، هو ما أبرزته في تقريرها تحت عنوان: الربوط صوفية متحدثة رئيسة في منتدى شباب العالم. الوطن الكويتية أبرزت تصريحات الرئيس السيسي مع مجموعة من الشباب المشاركين بالمنتدى حول عدم تغير موقف قطر من النقاط الخلافية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وإعرابه عن أمله في نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة. القبس الكويتية اهتمت القبس الكويتية بتصريحات السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري التي صرح بها خلال حديثه بجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بأن الأحداث التي بدأت في 2011 وما بعدها كان لها تأثير بالغ في زعزعة الأمن والسلم الدوليين. الصباح التونسية أبرزت الصحيفة عنوان عن الرئيس السيسي بأن مصر تمكنت من إحباط مخططات بعض الدول الخارجية للتدخل في شؤون الدولة. الأيام اليمنية اختارت الصحيفة اليمنية ما يخص شأنها حيث اهتمت بتصريح الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية وتأكيده أن الأزمة اليمنية في سبيلها للحل. عكاظ السعودية اهتمت الصحيفة بمشاركة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في منتدى شباب العالم. النهار اللبنانية اهتمت الصحيفة اللبنانية بمشاركة إلياس بوصعب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال في جلسة حوارية ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى خلالها مناقشة أمن المتوسط وموضوع الهجرة غير الشرعية والنزوح والإتجار بالبشر. الشباب قادرون على تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، هذا ما كتبه شودونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في صحيفة الشرق الأوسط بمقال تناول فيه دور الشباب في تحقيق الأهداف العالمية بالقضاء على الفقر والجوع في القارة الإفريقية. إذا مشاهدينا الأعزاء نعود إلى هذا النقاش حول توصيات وفعاليات أيضا منتدى شباب العالم. أستاذ محمود،
هناك الكثير من التوصيات زي ما حضرتك قلت 10 توصيات تقريبا خرجت عن المنتدى. ازاي بيتم كتابه التوصيات؟ هل بناء على التفاعل الموجود بين الشباب المصري والشباب العالمي الموجود في المنتدى داخل الجلسات وداخل ورش العمل الموجوده؟ البدايه بتكون بورش العمل، ورش العمل بتبقى يومين قبل الميعاد الرسمي للمنتدى. الورش العمل بيتم التقديم ليها من الشباب اللي خارج مصر، بيقول ان هو عايز يشارك في ورشه عمل كذا، وبيكون دايما ليه واحده اساسي وواحده احتياطي على اساس ايه الكميه والاعداد. ورش العمل كمان بتكون الاقبال عليها بيكون كبير شويه، لان بيكون في اوراق عمل او في افكار معينه او صوره معينه الشباب بيكونوا عايزين يعبروا عنها، بيحصل فيها مناقشات، بنقدر نعمل ان احنا بنعمل فيها نماذج تمثيليه لمواقف معينه. يعني انا كنت مشارك في ورشه رؤيه شبابيه للتحديات الامنيه والسلميه، بعد بعض المناقشات وبعض التفاعلات اللي بيننا وبين بعض عملنا نموذج تمثيلي لمثلا مركب غير شرعي او مركب هجره غير شرعيه وصل لدوله، وقسمنا نفسنا ثلاث مجموعات، مجموعه بتمثل الحكومه، مجموعه بتمثل المجتمع المدني، ومجموعه بتمثل راي خبراء او شيء من هذا القبيل يعني. وبنفضل نتناقش، وبعد ما بنخلص الورشه كلها وبعد ما نخلص نقاشاتنا وبعد ما نخلص النموذج بنطلع بتوصيات. التوصيات دي بتروح للجنة المنظمة، نبدأ بعد كده مرحلة نفس الكلام بيتم على باقي الجلسات. كان في جلسة تخص الأمن الغذائي، كان في جلسة تخص الفنون، كل الورش العمل. والتوصيات دي بتكون مخرجات الحوار، مخرجات الحوار اللي تم بالظبط كده. بعد كده تبدأ الجلسات، الجلسات طبعا بتكون مذاعة على الهواء، ده دي جلسات المنتدى. في أثناء الجلسات في ورش عمل، في أثناء الجلسات بيكون في بعض التوصيات برضو، لأن الجلسات بيكونوا المتحدثين فيها غير الناس اللي كانوا في ورش العمل علشان يضمنوا التعددية ويضمنوا إن طيب. أكبر عدد من المشاركين. باشمهندس، كنت بكلمك من شوية عن الذكاء الاصطناعي، وتحدثنا أيضا أثناء هذا التقرير عن مفهوم سلسلة الكتل. عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين يعني ايه سلسله الكتل. ما ده برضو زي ما بنتكلم ان كان في شباب كتير جدا مهتم بالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. الموضوع البلوك تشين باختصار في حاجة ظهرت بعد 2008 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، حاجة اسمها البيتكوين، عملة الافتراضية، عملة الإلكترونية افتراضية، بديلة للعملة الورقية الموثقة من البنوك المركزية في الدول. وبدأت هذه العملة والمصدر بتاعها مجهول، حتى ذكر اسم ولكن مصدر مجهول، ولكن أخذت ثقة في خلال الفترة السابقة من خلال أنها عبارة عن كودينج من 256 بت، صعب جدا جدا أنك أنت تتتبعه أو تعرف مصادر حركة هذه البيتكوين. وهم عاملين شروط أنها العدد الأقصى منها حوالي 21 مليون بيتكوين. فأساس الموضوع إنك بتقدر تحرك الفلوس وتقدر تبيع وتشتري بعملة افتراضية محدش بيتابعها ولا يقدر يشوفها. ومن خلال هذا ظهر موضوع البلوك تشين. البلوك تشين اللي هو إن أنت بتتخلص من النظام المركزي للنظام اللامركزي، يعني مفيش مثلا بنوك مركزية بتعتمد هذه العملة. طب صدق العملة منين والثقة فيها منين؟ عبارة عن نظام إلكتروني قوي جدا لا يمكن اختراقه، بيتتبع العمليات، بيجمع ما بين العمليات السابقة والعمليات القادمة. فرصة انك انت تخترقه فرصة يعني تكاد تكون مستحيلة. والاستفادة من فكرة البلوك تشين مش بس في العملات والبيتكوين وكده، ده ممكن في الفترة القادمة مع دخول بقى الذكاء الاصطناعي ان احنا نستفيد بيه في مجالات الحياة المتعددة. يعني مثلا ممكن نفاجئ ان احنا بنستبدل الشهر العقاري اللي هو فيه توثيق، لان الشهر العقاري هو اللي بيوثق فبيكون من خلال البلوك تشين لاكثر من مصدر ممكن في الفتره في السنوات القادمه يبقى. فالموضوع ده مهتم بيه جدا عالميا، وبدا يتعامل بيه على مستويات كبيره جدا، وحركه الاموال بدات تتحول من الاموال والبنوك الى وده بيقول لنا ان المنتدى لا يناقش فقط التحديات الراهنه والحاليه لكن ايضا التحديات المستقبليه. صحيح. طبعا التحديات المستقبليه في هذا الامر، زي التحديات المستقبليه زي ما كنا بنتكلم برضو عن رياده الاعمال والاشخاص الملهمين اللي موجودين، رجال اعمال وشخصيات ناجحه قدرت انها تقعد مع الشباب وتناقش تحدياتهم وتنقل خبراتهم والمواقف اللي هم تعرضوا لها وكيفيه التمويل للمشروعات، فده ايضا لفت انتباه الشباب. انا عايز اتكلم مع الاستاذ محمود على ما يتعلق برياده الاعمال. دائما مصر في هذه المنتديات ما تؤكد وتحرص على ان يكون هناك منصات الى جانب الورش الرئيسيه والجلسات الرسميه تتعلق وتختص برياده الاعمال وكيفيه تشجيع هذا المفهوم سواء عالميا او افريقيا او حتى محليا. هل كان في اقبال على المنصات المتعلقه او حتى
حتى ورش العمل المتعلقة بريادة الأعمال بين الشباب؟ هو في مصطلحين جداد علينا، مصطلح ريادة الأعمال والأسواق الناشئة، لأن العالم كله دلوقتي بقى بيهتم بالأسواق اللي هي بدأت تطلع جديد أو تطلع بأفكار جديدة أو تطلع بمفاهيم جديدة للسوق اللي تواكب معها في نفس الوقت أسواق ريادة أو ريادة الأعمال. إحنا في مصر فعلا هنا ادينا لها أهمية كبيرة جدا، وزارة الشباب والرياضة تبنت مشاريع كتيرة في ريادة الأعمال، ووزير الشباب والرياضة كمان عين مستشار لريادة الأعمال وهي زميلة أحد أعضاء تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. الدول العالم كلها بدأت تهتم بريادة الأعمال علشان خاطر يكون في إدارة لهذه المنظومة الجديدة. هي منظومة تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على حتى احنا هنا في مصر وعلى الابتكار وعلى الابداع وعلى الابتكار وعلى التحديث، واحنا هنا في مصر كمان اطلقنا مصطلح مهم بنشتغل عليه بقالنا فتره هو الشمول المالي. الشمول المالي هو احد ادوات تحديث او تطوير رياده الاعمال. مصر في السنه اللي فاتت خدت احد المراكز المتقدمه في الاسواق الناشئه، وده ان دل على شيء فانما يدل على ان هي تقدمت في مجال رياده الاعمال. شباب العالم كله النهارده بيهتم برياده الاعمال. ليه؟ طبعا كان في اقبال على جلسات رياده الاعمال وكان في اقبال على ورش العمل لان هم بيشوفوا ان هي دي الحاجه اللي الشباب قادر يبتكر فيها. المنظومات الصناعيه الكبيره والمنظومات الصناعيه اللي احنا مسؤوليه الدول او المؤسسات الكبيره بالظبط كده، لكن الشباب ممكن الشباب شايف ان هو الحاجه القويه اللي هو قادر يتحرك فيها ويبني فيها هي فعلا رياده الاعمال. كان عليها اقبال كبير جدا، كان في تفعيل ليها في الفتره اللي فاتت، وهي على مدى كل المؤتمرات سواء المؤتمرات الدوليه او الافريقيه او حتى المحليه عندنا في مصر بيبقى دايما في جلسه كامله ورش عمل تخص رياده الاعمال والاسواق الناشئه. مش مهندس، رياده الاعمال حجم اهتمام الشباب المصري والعالمي برياده الاعمال ونشر هذه الثقافه، مؤخرا شاهدنا ان في المدارس ربما هناك فكره لنشر ثقافه رياده الاعمال، وحتى في الجامعات المصريه دائما ما يكون هناك بعض المعارض ربما لثقافه او لنشر هذه الثقافه لنشر هذه الفكره رياده الاعمال. اقبال الشباب في المنتدى على رياده الاعمال والمنصات المرتبطه والمتعلقه والتي تدعو وتحث الشباب على الابتكار والابداع. اقبال الشباب كان قوي جدا على رياده الاعمال، وزي ما كنا بنتكلم على الشخصيات الناجحه اللي هي وشخصيات الملهمه اللي قدمت تجاربها وخبراتها ووسائل التمويل للمشاريع، فالشباب استفاد كتير منها. وبربط هذا الموضوع بموضوع تاني كان في غايه الاهميه حضرت جلسته، اللي هو زياره راس المال البشري وكيفيه تاهيل الشباب والكوادر نفسها لسوق العمل وتجهيزهم لسوق العمل. وكانت هذه الجلسه بحضور وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي اللي كان ليه مداخله قويه جدا، وكيفيه تطوير منظومه التعليم المصري اللي كان ناس مهتميه بيها، وفكره التابلت. الموضوع التعليم مش فكره التابلت بس، انت بتسعى انك تكون عقلية نقدية باحثة، ان الشباب يقدر يبحث، ما يبقاش نتحول من فكرة التلقين لفكرة البحث. واتكلمنا ان وصول مثلا دول زي فنلندا والدول المتقدمة في التعليم اخد جيل كامل وصل ل30 عام عشان تصل لهذا المستوى. احنا شوية مستعجلين، ولكن احنا ماشيين في الطريق اللي اعتقد ان هو بيؤهل الشباب. زي ما بنتكلم ان الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل جديدة وسيقضي على وظائف قديمة، فيجب ان نكون جاهزين للمستقبل عن طريق التجهيز للوظائف الجديدة، التطور، الذكاء الاصطناعي، أمور كثيرة جدا تم وفي هذه النقطة تحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أن العاصمة الإدارية الجديدة من بين الأفكار التي دعت إلى نشأة هذه العاصمة الإدارية الجديدة أن يتم الانتهاء من فكرة الوظائف التقليدية وأن يتم ميكنة الخدمات الحكومية. ودائما ما يربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بين هذه المؤتمرات وهذه الجلسات التي يحضرها وبين الأفكار والمشروعات التي يتم تنفيذها في الدولة المصرية، زي ما الرئيس قال إن هو حتى الشباب العالمي يسمع مننا بدل ما يسمع من وسائل التواصل الاجتماعي أو بدل ما يستمع إلى بعض الوكالات أو وسائل الإعلام التي تروج الإشاعات لا وجود لها على الأرض الواقع. طبعا هو المشاريع الجديدة كلها والتطوير في البنية التحتية وان احنا نتحول لبنية تحتية تكنولوجية او الرقمنة او التكنولوجية او الرقمنة، احنا النهاردة بنعمل حاجة مهمة جدا. زي ما قلنا فعلا في وظائف هتنتهي وفي وظائف جديدة هتستحدث. في مفهوم خاطئ للي بيحارب التكنولوجيا او عايز يحارب التقدم التكنولوجي ان ده هيؤدي لزيادة نسب البطالة. العكس صحيح، هو بيقلل تعامل البشر مع بعض، وكلما قللنا تعامل البشر مع بعض هيقل الفساد، لان
هيقل التعامل اللي هو فيه نوع من انواع الرشوه او المحسوبيه او الوسط العنصر الوسيط العنصر البشري بقى بالظبط كده. ولكن في نفس الوقت العنصر او التعامل التكنولوجي لا هيخلق فرص عمل جديده هيخلق فرص عمل حديثه، بس هيحتاج حاجه مهمه، هيحتاج تعليم جديد، تعليم حديث، هيحتاج للابتكار. احنا النهارده علشان نقدر نواكب العالم وعلشان نقدر نوصل لمرحله ان احنا بنعادل العالم اللي سبقنا، احنا لازم نركب الركب ولازم نتحول للتكنولوجيا الحديثه. طب اسمحوا لنا نخرج قليلا عن هذا الموضوع، لكن هنبقى في شرم الشيخ حيث وصلت مشاهدينا الاعزاء عصر اليوم اولى الرحلات الجويه البريطانيه المباشره التابعه لشركه انتر اير والقادمه من برمنغهام بلندن وعلى متنها 110 ركاب الى مطار شرم الشيخ، حيث اكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على ان جميع المطارات المصريه تطبق كافه الاجراءات الامنيه ومعايير السلامه والامان الدوليه وتعمل على الارتقاء بكافه الخدمات المقدمه للعملاء والمسافرين. كما ان التطويرات التي شهدتها المطارات المصريه مؤخرا والتي شملت اعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءه بالاضافه الى المشروعات التوسعيه فضلا عن تعزيز المنظومه الامنيه ساهم في تعزيز المكانه الرياديه التي تحظى بها مصر في مجال صناعه النقل الجوي اقليميا ودوليا. واضاف الوزير ان وزاره الطيران المدني تحرص على التعاون والتنسيق مع كافه الوزارات والاجهزه المعنيه من اجل زياده وتنميه حجم الحركه السياحيه الوافده من والى مصر، خاصة وأن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي. وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تصل رحلة أسبوعيا لذات الشركة من لندن إلى شرم الشيخ لتشغيل الموسم الشتوي الحالي، كما تقرر تشغيل عدد 10 رحلات أسبوعية لشركة تو فلاي في بداية الموسم الصيفي القادم، فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة. الحديث على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عادل المصري الخبير السياحي والمستشار السياحي السابق بباريس ورئيس قطاع السياحة الداخلية الأسبق. دكتور مساء الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز، وما دلالة إعادة الطيران الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ تحديدا بعد انقطاع دام الأربع سنوات؟ مساء الخير لحضراتكم واهلا بيكم. طبعا ما فيش شك ان عوده الطيران الشارتر او عوده السياحه الانجليزيه الى مصر يعتبر طبعا يعني خطوه مهمه جدا، باعتبار برضو ان السوق الانجليزي كان هو والسوق الفرنسي والسوق الايطالي والسوق الالماني كانت بتعتبر يعني احد اهم الدول المصدره للسياحه المصريه. فطبعا النهارده يعني عوده الاول طيران شارتر، وحقيقه احنا كنا منتظرين هذا الخبر من فتره وكنا متاكدين تماما ان يعني طبعا نتيجه تحسن الحركه السياحيه الوافده الى مصر، بالاضافه الى النهارده حقيقه كمان مصر رجعت كمان حقيقه بقوه نتيجه طبعا برضو حاله الامن والاستقرار اللي النهارده تتمتع بها مصر، وخاصه ان هناك خبر منذ ايام قليله ان مصر اصبحت بعيده جدا عن الدول التي ينتشر بها الارهاب خرجت من العشر دول الاوائل بالظبط. فطبعا ده مؤشر قوي جدا بالاضافه الى التصنيف الائتماني لمصر، كل ده اعاد حقيقه الثقه في المكتب السياحي المصري، بالاضافه الى كمان ان العديد من المؤتمرات الدوليه اللي بيعقدها حقيقه يعني سياده الرئيس بنفسه وزياراته المكوكيه الخارجيه كل دي اعكست او ادت انطباع عن الصوره الحقيقيه للمكتب السياحي المصري. واحنا كنا حقيقه لما كنا بنشتغل في الخارج كنا دائما بندعو العديد من الاعلام الغربي لزياره مصر، ومش بس حقيقه القاهره، كانت للعديد من المدن السياحيه والعاصمه الاداريه وخلافه ومحور قناه السويس. طبعا كل ده حقيقه كانت بتنشره دائما الصحف والوكالات الانباء، ده ادى مزيد من الثقه. وبعدين حقيقه يعني هي النقطه كمان الاهم ان هناك كان في طلب متزايد على منظمي البرامج الانجليزي، وده دفعهم ان هم في النهايه يعني ان هم يعني يرضخوا لطلبات المواطن او السائح الانجليزي اللي هو يرغب في زياره مصر، خاصه ان كل الصحف دائما كانت تتحدث بايجابيه شديده عن مصر. لكن طبعا هو في النهايه هو خبر جيد جدا وفي نفس الوقت هل نتوقع موسم سياحي شتوي مزدهر في شرم الشيخ هذا الموسم؟ وحقيقه كل التوقعات وكل الحجوزات، واحنا هنا حقيقه في باريس وبنستطلع دائما اراء راي او الحجوزات المتوقعه من منظمي البرامج والشركات السياحيه، هو حقيقه في طبعا حجوزات متوقعه من اوروبا عاليه جدا، ولكن الشيء المهم هو مش ارتفاع الحركه، هو الشيء المهم ان احنا كمان لازم يكون البيت الداخلي جاهز
سواء فنادق، سواء الخدمات المتميزه، سواء ارشاد، سواء تمهيد الطرق المؤديه للمزارات. لان برضو اعاده ترتيب البيت من الداخل هتعكس صوره اقوى، وده يعني يقع دور كبير هنا على طبعا برضو وزاره السياحه ووزاره الاثار، ان يكون في اهتمام متزايد ب البنيه التحتيه والتي لان هي في النهايه هي منظومه متكامله، وليس المطارات بشكل مستقل وبشكل منفصل دون ان يكون هناك منظومه متكامله. هناك استراتيجيه للسياحه واستراتيجيه وطنيه للسياحه مؤخرا يتم اعتمادها من قبل وزاره السياحه، وحتى يشرف عليها بشكل مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربما ساهم بشكل كبير في عوده السياحه مره اخرى، وشاهدنا ان ناتج السياحه او العائد من السياحه لهذا العام مرتفع، او هو اكبر عائد منذ عام 2010 على ما اتذكر. على كل الدكتور عادل المصري الخبير السياحي والمستشار السياحي السابق بباريس ورئيس قطاع السياحه الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى كل هذه التفاصيل. وللمفارقة الأستاذ محمود فيصل، حضرتك كابتن طيار، رأيك يعني بإيجاز رأيك في عودة طبعا احنا بنوجه التهنئة للدولة المصرية كلها، كل إنجاز جديد في عودة السياحة هو إعادة تثبيت لأركان الدولة المصرية. مطاراتنا المصرية بتحقق أعلى معايير السلامة في العالم وبتتفوق على بعض الدول الأوروبية حاليا، وده حاجة موثقة عالميا. بنوجه التهنئة لوزارة الطيران المدني ووزارة السياحة، وبنتمنى إن شاء الله ونتوقع بإذن الله أن 2019 هيبقى موسم سياحي إيراداته أعلى من 2010 بإذن الله. نعم باشمهندس مصطفى، سريعا وفي عجالة، بالتأكيد هذه المنتديات منتدى شرم الشيخ ساهم بتغيير الصورة التي كانت مروجة في الغرب، وبالتالي ساهمت في عودة السياحة سواء البريطانية أو عدد من المواطن الأخرى. احنا شفنا في شرم الشيخ صراحة إقبال غير عادي من السياح، سواء المشاركين في المنتدى أو السياح اللي جايين يستمتعوا بجمال شرم الشيخ. أكيد المنتديات العالمية اللي زي كده اللي لقت الإعلام كله سلط الضوء عليها هيساعد في الفترة الجاية لرجوع الرحلات البريطانية والإنجليزية. شفنا أعداد ضخمة من أعداد الروس والأوكران، فالفنادق شرم الشيخ كلها كانت كومبليت أعتقد، وزي ما حضرتك قلت هذا العام من أكبر الأعوام منذ 2010. شكرا جزيلا المهندس مصطفى بكير والأستاذ محمود فيصل، وهم عضوان في تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وكان مشاركين في المنتدى هذا العام. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة وعلى التواجد معنا على الإكسبريس. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير وألقاكم بعده في موضوعات أخرى.